قبيلة خليجية على الساحل العربي يواجهون الأسطول البريطاني. هم القواسم دخلوا بمعارك بحرية مع الإنجليز واتسعوا بأسطولهم البحري على امتداد الخليج العربي. فكيف أنهى القواسم أسطورة بريطانيا العظمى لعقود طويلة؟ في أواخر القرن الخامس عشر بعد انتصار الأسبان والبرتغاليين على المسلمين وطردهم من الأندلس، بدأ طموحهم بالاتساع للعالم، فاستخدموا قواتهم البحرية اللي ورثوها من الإمبراطوريات المهزومة وبدأوا برحلة اكتشاف طريق بحري جديد. لكنهم كانوا مبتعدين عن الشرق الأوسط، لأن في تلك الفترة كانت تحكم من دولتين: الدولة العثمانية اللي كانت تحكم شمال شرق البحر المتوسط، والدولة المملوكية اللي كانت تحكم جنوب شرق البحر المتوسط. فبدأت حركات الكشوفات الأسبانية والبرتغالية، فالأسبان اكتشفوا الأمريكيتين وبدأوا بتنفيذ المشروع الاستعماري الأسباني، واللي كان عبارة عن البحث عن الكنوز والذهب في المناطق. وبالمقابل البرتغاليين نجحوا في اكتشاف رأس الرجاء الصالح الموجود في جنوب القارة الأفريقية. ومن بداية القرن السادس عشر البرتغاليين أصبحوا هناك في صورة دائمة، واتسعوا إلى جنوب البحر الأحمر وكذلك بحر العرب وأيضا المحيط الهندي وبحر عمان. وطوال القرن السادس عشر كانوا يسببون هجمات على مناطق الخليج العربي، وبالتحديد البحرين وعمان وكذلك الإمارات، وسيطروا على هذه المناطق إما من خلال توسيع تجارتهم أو عن طريق النهب والحروب الخاطفة. لكن في عام 1855 تغيرت المعادلة، فتوجه الأسطول البحري الأسباني المعروف بأرمادا إلى منطقة شمال البحر الأطلسي القريب من إنجلترا، وبدأ بالهجوم على إنجلترا بمجموعة كبيرة من السفن. لكن البحرية البريطانية سحقت الأسطول الأسباني، وبهذا انتهت الموقعة. بعد هذه الواقعة أصبحت بريطانيا قوة بحرية صاعدة، وهي القوة الاستعمارية الجديدة في المنطقة. أول خطوة سوتها بريطانيا أنها أنشأت شركة سمتها شركة الهند الشرقية. طبعاً كان تأسيس هذه الشركة بتفويض من الملكة إليزابيث الأولى عام 1600. هذه الشركة هي رأس الحرب، وكان دورها باختصار أن تأخذ كنوز شرق آسيا وتنقلها إلى إنجلترا، وأيضاً تدافع بشراسة عن مصالح إنجلترا سواء بالطرق الشرعية أو الطرق الغير شرعية. وخلال ثلاث قرون أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية منظمة حربية لا تعبأ بدماء الهنود. لكن في نهاية القرن الثامن عشر تدهورت تجارة الشركة تدهور كبير، وخسرت خسائر فادحة. أهم الأسباب كان تنافس التجار المحليين في الخليج العربي، ففي وقتها زاد نشاط قبيلة كعب وكذلك شيوخ المنطقة، والأهم ازدياد نشاط قبيلة القواسم وتهديدهم للإنجليز، لأن نفوذ القواسم في تلك الفترة من القرن الثامن عشر وحتى الربع الأول من القرن التاسع عشر كان ممتد على الساحل سواء في دول الخليج العربي أو الساحل الإيراني. هذا النفوذ الكبير جعل القواسم في مقدمة المقاومين للوجود البريطاني في الخليج العربي. قبل لا ندخل في الحروب اللي حصلت ما بين قبيلة القواسم وكذلك الإنجليز، أبي منكم دعم هذه القناة بالاشتراك واللايك ومشاركة الحلقة مع الناس اللي حولكم. أما الآن لنروي ما لم يروه. تخيلوا ما بين عام 1778 وحتى عام 1797، واللي هي قرابة 20 عام، الإنجليز عملوا حملات عدائية ضد القواسم وشبهوهم بالقراصنة، فصاروا يطلقون على المناطق اللي يسكنون فيها القواسم اللي هي رأس الخيمة والشارقة وعجمان وكذلك جزيرة الحمراء، سموها ساحل القراصنة، وأمروا بأن جميع السفن اللي تمر على الخليج العربي لازم يكون عندها تصريح إنجليزي، وأصروا أن التجارة البحرية لا تمارس إلا بهذه التصاريح، وكانوا يدعون أن السفن العربية تمارس القرصنة على الخليج العربي، وبادعائهم كان الهدف أن يوقفون التجارة البحرية عن القواسم. وأحد الخطط اللي نفذوها بأن عملوا فتنة ما بين عمان والقواسم، فنقلوا معلومات خاطئة عن القواسم للعمانيين بأن القواسم يمارسون القرصنة على التجارة العمانية. بهاللحظة عرفوا القواسم أنهم بخطر كبير، وكذلك القبائل العربية المتواجدة في الساحل، لأن بطبيعة الحال كانت التجارة البحرية تشكل المصدر الوحيد لرزق القواسم، وكانت النسبة الكبيرة من تجارتهم مع موانئ الهند،
لذلك بهذه اللحظة بدأت الحروب البحرية ما بين القواسم والإنجليز. ففي 18 مايو عام 1797 هاجم أسطول من قوارب القواسم باتجاه ساحل رمز، وهجموا على سفينة باسن الإنجليزية واستولوا عليها رغم رفع العلم البريطاني فوقها، وبعدها مضوا بسفينة باسن إلى رأس الخيمة واحتجزوها هناك لمدة يومين إلى أن أطلق سراحه الشيخ صقر بن راشد القاسم. يقول لوريمر الموظف الاستعماري البريطاني اللي أتى إلى الخليج العربي بعدها بسنوات طويلة بأن هذه الحادثة حصلت إهانة كبيرة للإنجليز. في وقتها كان أسطول القواسم عبارة عن 63 سفينة كبيرة و 996 سفينة صغيرة، وكان عدد العاملين في تلك السفن 18760 بحار. في هذه الفترة وقعوا البريطانيين مع بلاد فارس اللي هي اليوم إيران، وكانت هذه الخطوة عشان يفرضون سيطرتهم على الخليج العربي، لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من قبيلة القواسم. فقررت السلطات البريطانية في الهند بالقضاء على القواسم بحجة مكافحة القرصنة، فكان أي حادثة تقع لشركة الهند الشرقية على مياه الخليج العربي على طول يتهمون سكان رأس الخيمة. هني وصلوا القواسم حدهم مع الإنجليز وقرروا أن يهجمون مرة ثانية في عام 1804. فتعرضت سفينة فلاي التابعة لشركة الهند الشرقية لحادثة بالقرب من جزيرة كيش، وهي جزيرة إيرانية على الطريق البحري من البصرة إلى الهند. بعد ما حصلت الحادثة لسفينة فلاي تمكن طاقمها من الوصول إلى بوشهر. بعد ما وصلوا إلى بوشهر هناك اشتروا سفينة محلية قادرة على أن توصلهم إلى مومباي. بعد ما ركبوا هذه السفينة عشان يتوجهون إلى الهند إلى شركتهم اللي هي شركة الهند الشرقية، في هذه اللحظة هجموا عليهم القواسم وأسروا أفراد الطاقم بالكامل وأخذوهم إلى رأس الخيمة. بعد ما تم القبض على البحارة الإنجليز أرشدوا القواسم على مكان غرق سفينة فلاي اللي كانت تحمل كنز ثمين. بعدها انقلوا القواسم البحارة الإنجليز إلى جزيرة كيش الإيرانية وأنزلوهم هناك، ومن جزيرة كيش تمكن ثلاث أفراد من طاقم سفينة فلاي أن يتوجهون إلى بوشهر، واثنين منهم توجهوا إلى مومباي. وفي الهند أبلغوا السلطات البريطانية عن الحادثة اللي حصلتهم من قبل القواسم، والسلطات البريطانية أزعجها هذا الأمر. وبعدها بسنة وبالتحديد عام 1805 استولوا القواسم على سفينتين، السفينة الأولى اسمها شانون والسفينة الثانية اسمها تريمر. يقول قبطان سفينة تريمر اللي اسمه كيمينغ أن للوهلة الأولى لما شفت سفينة الداو اعتقدت أن هي سفينة تجارية. طبعا الداو هو نوع من أنواع السفن الخليجية. فيقول وجهت لهم زورق يحمل مترجم باللغة العربية للاستطلاع، ويقول لما ابتعد الزورق عنا ربع ساعة وصار قريب من الداو أطلقنا طلقة من المدفع في سفينتنا، وبعدها بعشر دقائق أطلقنا طلقة مدفع آخر، وبعدها رأينا اثنين من رجالنا يصعدون من الزورق إلى سفينة الداو، وبهاللحظة رفع الداو شراعه وتوقف عند الساحل فتوقعنا أنها عملية قرصنة. فيقول هذا الأمر دفعني أني أتوجه إلى سفينة الداو وأطلق عليهم طلقات تحذيرية، وبعدها بدأنا بالرمي عليهم مباشرة. طبعا رسالة القبطان كيمينغ تأكد أن الإنجليز أول من بدأوا بإطلاق النار على السفينة العربية. وأيضا يقول القبطان كيمينغ أن بعد ما هجمنا على الداو خرج من الخليج الكثير من الداوات لنصرة السفينة، والقبطان كيمينغ اللي هو قبطان سفينة تريمر لما ضرب السفن العربية ضربها بمدفع من عيار 4 باوند، لكن استطاعوا القواسم بالوصول إليه عن طريق سفنهم اللي هي سفن الداو. بعد استيلاء القواسم على سفينة تريمر وشانون أعدوا الإنجليز تقرير وأرسلوه إلى الحاكم العام للهند ويلزلي. معنى الحاكم العام للهند هو الشخص اللي يمثل ملك المملكة المتحدة في جنوب شرق آسيا. هذا التقرير اللي أرسلوه إلى الحاكم العام كان فيه وقائع حادثة الاستيلاء بشكل تفصيلي، فذكروا عملية الاستيلاء وكذلك ذكروا عملية إعادة السفن اللي كانت بأمر من الشيخ اللي هو شيخ القواسم سلطان بن صقر القاسمي، اللي ذكر في الوثائق البريطانية بأن هذه الحادثة كانت فيها إهانة شديدة للإنجليز، وعلى هذا الأساس أمروا الهند بقطع العلاقات التجارية ما بين الهند ودول الخليج، وأيضا فرضوا حظر على تصدير السلع والبضائع إلى القواسم والقبائل العربية.
ومكتوب في التقرير اللي أرسلوه للحاكم في الهند بأن الهدف هو خنق وتجويع القبائل العربية في الخليج. والأمر الغريب المكتوب في التقرير أن الإنجليز كاتبين: نذكركم باستياء بريطانيا العظمى من هذا الحدث، واحترامكم لنا هو بأنكم تحرمون السفن العربية بالعبور في الخليج، وأن هذا الأمر راح يجبر القواسم وبقية القبائل على العودة إلى الصداقة مع الإنجليز طلبا للعيش. رغم التحذيرات والتهديدات الإنجليزية، استمروا القواسم بحملاتهم بالاستيلاء على السفن الإنجليزية المارة على الخليج العربي. وبعدها اتسعت هجمات القواسم على السفن الإنجليزية في المحيط الهندي وكذلك بحر العرب. وبحلول عام 1809 كانوا القواسم في قمتهم، فأسطولهم البحري متواجد في رأس الخيمة على الساحل الخليج العربي، وكذلك متواجد في لنجة على الساحل الفارسي. ففي هذه الفترة الأسطول البحري للقواسم وصل إلى 630 سفينة كبيرة وكذلك 810 سفينة صغيرة، وأيضا بلغ عدد الرجال العاملين في هذه السفن 8700 رجل. بهذا العدد الكبير من الرجال استند عليهم زعيم القواسم بأن يطالب الحكومة البريطانية في الهند بدفع مبلغ مادي مقابل السماح للسفن البريطانية بالعبور في الخليج. بعد ما وصلوا إلى هذه المرحلة الخطرة، قرروا الإنجليز بأنهم يجهزون حملة عسكرية بحرية مسلحة، فجهزوا 13 سفينة حربية محملة بالمدافع و1500 جندي. وكانت مهمة الحملة هو تدمير الأسطول البحري للقواسم وإرغامهم بعقد معاهدة تفرض فيها شروط بريطانيا. وفي نوفمبر عام 1809 شنت الحملة العسكرية البريطانية هجوم شرس على رأس الخيمة استمر ليومين كاملين. في هذه الحملة العسكرية القوية أبدوا القواسم بمقاومة شرسة، لكن تمكنوا الإنجليز من الاستيلاء على لنجة وكذلك لافت التابعتين للقواسم. في هذه الحملة العسكرية اشهدوا الجنود الإنجليز على بطولة القواسم ومناوراتهم العالية اللي حافظت على سفنهم في الأخوار والخلجان العميقة. بعد هذه الحملة العسكرية القاسية من البريطانيين في عام 1812 عادت السفن القاسمية بمهاجمة السفن البريطانية، وأيضا في عام 1813 وكذلك عام 1814 أسروا القواسم عدة سفن كانت ترفع العلم البريطاني بالقرب من شواطئ الهند. هجمات القواسم صغرت من التجارة البريطانية وكذلك قوتها ونفوذها في المحيط الهندي والخليج العربي. لذلك قررت الحكومة البريطانية في إنجلترا بإرسال حملة عسكرية كبيرة لتدمير قوة القواسم بشكل نهائي. وفي نوفمبر عام 1819 انطلقت هذه الحملة من بومبي في الهند بقيادة الجنرال ويليام جراند كير، وكان هدفهم محدد هو تدمير أسطول القواسم في رأس الخيمة سواء سفن تجارية أو عسكرية، وبعدها يدمرون السفن والقواعد والموانئ القاسمية في أم القوين والشارجة وعجمان وكذلك الجزيرة الحمراء، وبعدها يهاجمون موانئ القواسم اللي كانت في الجانب الآخر اللي هو الجانب الفارسي الإيراني من منطقة ماغو ولنجة وكذلك خرج، وأعطوا للجنرال ويليام الصلاحية التامة باتخاذ أي قرار عسكري. طبعا التجهيز للحملة العسكرية هو تجهيز كبير لا يصدق في تلك الفترة، فعدد القوات البرية اللي شاركوا في هذه الحملة هم عبارة عن 3547 جندي من الأوروبيين والهنود، بالإضافة إلى 15 فرقاطة وسفينة حربية كبيرة مدججة بالعديد من المدافع، ومعهم 18 سفينة فقط لنقل القوات والقادة. في تاريخ الإمبراطورية البريطانية يعتبر هذا أكبر أسطول بريطاني وصل إلى الخليج العربي. وفي يوم 2 ديسمبر عام 1819 بدأت الحملة العسكرية على القواسم، فانطلقت مدافع الإنجليز تهدك رأس الخيمة لمدة 7 أيام متواصلة، ومعها مقاومة شرسة وباسلة من القواسم. ولكن بسبب نفاذ ذخيرتهم وقوة وتأثير المدافع الإنجليزية اللي أسقطت الكثير من القتلى، انسحبوا القواسم من رأس الخيمة، وتعرضت رأس الخيمة إلى نهب وتخريب كبير، فاستولوا الإنجليز على 80 سفينة. وبعد مفاوضات بين الجانبين فرض الإنجليز معاهدة على زعماء رأس الخيمة وعجمان والشارقة وأبوظبي ودبي وأم القيوين وجزيرة الحمراء،
ووقعت الاتفاقية في رأس الخيمة في 20 يناير عام 1820، وأمنت من خلالها بريطانيا على إمبراطوريتها في الهند. رغم نجاح الإنجليز من خلال قواتهم البحرية وكذلك البرية الغاشمة وبدعم الأطراف الإقليمية، ورغم تدمير قوة القواسم البحرية وإرغامهم على التوقيع للمعاهدة الإنجليزية، فإنه يحسب للقواسم أنهم سعوا طوال العقود بمقاومة الوجود الأجنبي في منطقتهم ببسالة منقطعة النظير. القواسم أوصلوا رسالة تاريخية أن الدول القوية هي من تواجه الفتن الداخلية قبل الخارجية، وأكدت لنا أن الدفاع عن الوطن هو عبارة عن تضحية الآباء لتورث للأجيال معنى الوفاء للوطن.